النصر ان شاء الله، نرجع بلادنا يا رب، نروح مشي. الموت تحيا فلسطين، الموت تحيا فلسطين. 15/5 هو ذكرى للنكبة، نضلنا متذكرين فلسطين، متذكرين اليوم اللي نحن طلعنا فيه من فلسطين. يوم النكبة بس إسرائيل احتلت فلسطين بال 48، تهجروا أهالينا وتوزعوا على المخيمات. إلنا 75 سنة لاجئين نحن بالمخيمات هون في جنوب لبنان، مش مسموح لنا نرجع لفلسطين. لما أهلينا طلعوا من فلسطين ورجعوا لبنان فكان النزوح لهون جدا جدا صعب. لما إجا جدي لهون رغم الأراضي الشاسعة اللي كانت عنده بفلسطين، بس إجا هون ما كان معه يأكل. كانوا زمان يعني يعتمدوا على الفلاحة وعلى الزراعة والشغلات البسيطة الحرفية البسيطة، وكانوا يسترزقوا منها. عندي 4 أولاد، أنا بتمنى لهم مثل ما بتمنى أي أب إنه يشوف أولاده عندهم مستقبل وأوضاعهم تكون أحسن من أوضاعنا. فرص العمل كتير صعبة هون داخل لبنان، وبنعرف قديش الفلسطيني هون ضايع حق. أغلب المهن هي ممنوع بصراحة إنه يمارسها الفلسطيني داخل الأراضي اللبنانية، شيء تقريبا ما يقارب 90 وظيفة. من ضمنها يعني في عندك مثلا الطبابة، عندك المحاماة، عندك الإعلام والصحافة. من يوم ما ولدت عمري بحياتي ما سمعت إنه في فلسطيني محامي مثلا، أو في فلسطيني بيشتغل ببنك. طب أنا بلدي وين؟ يعني نحن لما نزلنا على حدود هون على الحدود مع فلسطين، يعني خاصة لما تشوفي هيك وطنك وقديش كتير قريب عليك، بيجيك الحنين للوطن وقديش نحن جد نحن متعلقين بفلسطين وحابين بأي لحظة إنه نكون موجودين فيها. كانت العالم مفكر لما دخلت الثورة مفكرين حالنا بعد أسبوع بدنا نرجع فلسطين. كيف يا بابا محلاها الصورة؟ هي تيتا. ها شوف. كانت داخلي الثورة جديد، فما كانش حدا لابس بدلة موهة، فلبستها أنا وقمت اتصورت. كنا صغار، كان عمري 13-14 سنة، شايفة حالي كان بالثورة وما حدا حامل بارود اللي أنا حملته، والبارودة أطول مني على فكرة. فصاروا كيف البنات يدربوهن، فكان عندنا وقت رماي. وين هاي؟ على شط البحر. كانوا ينزلونا على شط البحر والعالم يعني بالرشيدية. كان في ملعب تحت محل المسجد هلأ، ما يمكن ما حداش تصور الصورة إلا أنا. هاي قوست فيها يعني؟ قوست فيها، ولحد هلأ بعرف بفك السلاح وبنظفه وبرجع بركبه. يعني إن شاء الله يما، الله كريم، الله كريم بترجع. لا قادرين نحن نرجع على بلادنا، ولا حتى هون نحن كلاجئين في لبنان قادرين ناخذ حقوقنا. بالمخيمات نحن مش بمأمن من العدو الصهيوني. الشهر الماضي طبعا العدو الإسرائيلي اجا وضرب اطراف المخيم، الحمد لله يعني اجت سليمة. آه
اجتمعنا المؤسسات على اساس انه نحيي هذا اليوم على حدود هون على الحدود مع فلسطين. بس هلا بعد الاحداث ما بعرف اذا الوضع بيسمح بظل اللي صار بغزه. هلا الوضع شوي متوتر. تضامنا مع اهلنا بغزه اللي عم بنقصفهم من العدو الاسرائيلي. ان شاء الله نحن عاملين مسيره. طبعا دائما احياء هاي الذكرى بتكون بالصمود. بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، بالروح بالدم نفديك يا فلسطين. السلام على غزة. ما زال الطريق امامكم طويل، واصلوا هذا المسير في طريقكم وحتى هزيمة هذا العدو. ألف تحية لفلسطين، ألف تحية لفلسطين. بالروح بالدم نهديك يا فلسطين، بالروح بالدم. ذكرى أليمة عندما طرد وهجر الشعب العربي الفلسطيني تحت وطأة المجازر. ما بدنا هون نضلنا، بطلنا هذا أرضنا، زيتون وتين وعنب وصبر، هون ما في شيء عنا، هي غير القبور. لأنه نحن عارفين يعني عاجلاً أم آجلاً إن شاء الله رح نرجع على بلدنا. نعيش فيه بحرية ونعيش فيه بسلام ونحس حالنا إنه نحن أصحاب وطن. تحسي حالك جد جد انك انت ببلدك، الك بلد والك كيان.